السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة تأخير القذف وتطويل المسافات ب2 جنيه. أنا عامل لكم فيديو مجمع للحاجات اللي بتؤخر القذف وتطول المسافات من اول 2 جنيه لغايه 55 جنيه. ناس كتير جدا اشتكت من تفشي ظاهره ذكر البط. ظاهره ذكر البط ظاهره يعني مخجله جدا، بتدمر سيطره وهيمنه الرجال داخل الأسر. إيه ظاهرة ذكر البطن؟ أول ما الإنسان يجي يمارس العلاقة الحميمية كله رغبة، يدوبك ها يجي لا حول ولا قوة إلا بالله يتركن على بطنه إنسان. طبعا ده بيؤثر عليه تأثير رهيب، إن هما في البيت بيعملوه زي الكنبة، كوز ليف، كوز مطبخ، كيس جوافة، شخص ملوش أي لازمة. ليه؟ لأنه فقد السيطرة، لأن هو عليه واجبات لا يستطيع أن يؤديها، وبناء عليه يتم الضغط عليه وسلب أمواله وامتهان كرامته. لا لا، أولوفاس ار ايجيبشن شمروخس. شمروخس لازم تؤدي واجباتك بالفترة الكافية التي تقنع الجميع، لابد ان تسيطر وتهيمن. اوكي، نخش في الموضوع. موضوع تأخير القذف يا اما رش، يا اما رش سبراي، يا اما جل او كريم، يا اما اقراص. خلاص، يعني في واحد يقول لك ايه الرش او السبراي او الجل او الكريم بيخدر لي العضو، ما بقاش انا مبسوط، انا ما بقاش متكيف، اللي قدامي متكيف لكن انا مش متكيف. ماشي يا عم الحاج، عايز ايه؟ عايز اقراص. حاضر. طب نبتدي الاول بالجل، من الارخص كده للاعلى. الجل والسبراي من الارخص للاعلى، ونقول لك طريقه الاستخدام. أول حاجة بخمسة جنيه، أول حاجة بخمسة جنيه اللي هي إيه؟ زايلو توب 4%، زايلو توب 4%، زايلو توب 4%، أهو. شو مي ذا برايس؟ أوكي. 5 إيجيبشن لحلوح. تمام. 5 سلام درجه، انتظرني دقيقتين بالظبط، اقعد على الكرسي. عندك كرسي؟ لا، خد خد خد. تمام، قلنا ايه الزايلو توب 5 ايجيبشن لحلوح اهو، ادي اول حاجه، ده بخمسة جنيه. تمام. تاني حاجة بسبعة جنيه إلا ربع، سبعة جنيه إلا ربع، ليدوكاين أهو، ليدوكاين، ليدوكاين جل أهو، ليدوكاين جل. شو ميزة برايس؟ أوكي، أدي البرايس أهو، 6.75 إيجيبشن لحلوح. طيب اللي بعديه ليجنوكاين 5%، لجنوكاين 5% اهو، لجنوكاين 5%. ايضا الكريمات والجلات دي، ده سعره كام؟ 7.5 اهو، 7.5. كريمات والجلات دي ممكن السيدات تستخدمها قبل عملية ازالة الشعر لانها بتخدر الجلد. حضرتك ممكن تدلكيها كويس على الجلد قبل ازالة الشعر بساعة او ساعة وربع،
الجلد هيتخضر تماما، تقدري تعملي ازاله الشعر بدون الام. طيب اللي بعده ب10 الا ربع، الترا كيين جل. الترا كيين جل اهو، الترا كيين جل اعتقد كلكم حافظينه. اللي بعده بريدو كيين كريم، بريدو كيين كريم ب13.5، بريدو كيين كريم ب13.5. اللي بعده سبراي ليدوكاين سبراي ب13.5، ليدوكاين سبراي ب13.5، ليدوكاين سبراي اهو تمام. اللي بعده مانو فايبريكين بلس ب28، مانو فايبريكين بلس ب28. اخر حاجه واغلى حاجه الاكانزا سبراي، اكانزا سبراي اهو، اكانزا سبراي ب55 جنيه. طريقه استخدام الجل او استخدام السبراي، راس العضو، راس العضو، محدش يقول لي دعكت رجلي او دعكت كيس الصفن او دعكت اي حاجه، لان في واحد بيقول لي انا رجليا نملت، لا، راس العضو كده، الجلانز بينز، الحشفه، الفلانشه، الترطوفه من قدام كده، تاخد قطعه رقيقه من الجل او من الكريم او السبراي ترشه مع التدليك، وترش كمان رشه وتدلك برضه، وتسيبه ساعه كامله. في ناس بتغلفه بكيس، في ناس بتغلفه بكيس، فكرني بواحد بيقول لي انا بحطه في فويل وبحطه في الفرن، تمام؟ تغلفه كويس في الكيس، استني يا حبيبتي ثانيه، غلفه كويس وتسيبه ساعه، بعد كده تشطف، بعد كده يتم عمليه الشطف، تمام؟ ليه بقى؟ عشان الشطف مهم جدا لكي لا يفتضح امر. نيجي بقى على الاقراص، الاقراص بدايه من 11 ل 20، اول حاجه اندوبوكستين، اندوبوكستين ب 11 جنيه. اندوبوكستين ب 11 جنيه. الاقراص قبل عمليه الجماع ب2.5 ساعة، بعد كده جوي بوكس صندوق المتعه ده ب14 قبل 2.5 ساعة، بعد كده ديلبي ب20 اهو، ديلبي ب20. في بقى حاجه ب2 جنيه اللي انا قلت عليها في الفيديو، فين هي؟ فيردا بايوتال، فيردا بايوتال، فيردا بايوتال ب2 جنيه. ده فيديو تجميعي بناء على طلب الالاف، الالاف امس طلبوا هذا الفيديو. موضوع في منتهى السهوله، عايزك تسيطر، عايزك تهيمن، دمت مربي بصحه وعافيه، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدله ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، احبكم بالاسبانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.